ولا حول ولا قوة إلا بالله. نزل عليك، حفظ عليك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا راه للغرام أهلا سوى من نصر السبط يوم أضحى فريدا. من هم بقية الله في الأرض، ومن بات مجدهم محسودا. عشقوا الغاية التي لا يبالي من نحاها نال العلا. أوبيدا كلهم في الكمال فردا حتى ذكرهم جاء في الأنام فريدا. نصب عيني يومهم غير أني لا أرى العيش بعدهم محمودا. تستانس بهالمدايح بهالصفات، قطعا يدخل السرور عليك، ولو ما فيهم هالصفات إن كان ما تأثرت من فقدهم، لكن الصفات هي التي خلتك تبكي وخلتك تنعب وتنحب وتنعى، لأنك فقدت فيهم المزايا الحسنة الخصال الحسنة. وكل واحد يفقدونه يفقدون فيه الخصال الحسنة، لازم أن يذكروه، لازم أن يأبنوه، لازم أن يسألون عنه، لازم أن يثبت في القلوب، ما يروح ما يزول. وذولا ثبتوا. لائق فيهم المديح فأسمعني، ما اصطعت فيهم مدحا مجيدا. قل بهم قال كان طوفانهم. ولله الحمد، كلكم عاشرتوا القصيد وعشتوا ويا القصيد وحملتوا القصيد وأديتوها ولا تفوتوها، لا تخلوها تروح ضياع. لائق فيهم المديح فأسمعني، ما اصطعت يا صاح مدحا مجيدا. كان طوفانهم كطوفان نوح، ذاك ما يجري وهذا
حديدا ركبوا للنجاة في سفينة. هاي السفينة انتم ان شاء الله بعد بيها كلهم سفن نجاة، سفينة الحسين اوسا شيخ جعفر التستري رحمه الله، يعني المعصومين يقول كلهم سفن نجاة لكن سفينة الحسين اوسا. ركبوا للنجاة، ركبوا للنجاة في سفينة بلغت فيهم السماء صعودا. وانت يا بن فايز قالوا كنش سفينة نوح، ها وكنج سفينة نوح يرضي الغاضرية يوم اللي فات حسين برجالة سوية وفي جهجرة صوانهم ويا المباني فستي على الكعبة وفستي على الكعبة في كل التهاني وتحنا لك الزوار. انتو هم زوار، هاي المكان الذي يعقد فيه تعزية الحسين قبة من قبة الحسين وتحنا انتو جايين لمن الآن؟ جايين للحسين، قاصدين الحسين، بل هذا القصد أيضا مشمول داخل في قصدكم للحسين، كأنك ذهبت إلى محل قبره. هذا القصد لا يختلف عن ذلك القصد. وتعنا لك الزوار من أقصى البلادين، لا وين يا زوار، لا وين يا زوار، قالوا كربلا نزور اجسادين على الغبرة بلا قبور. خلي نحكي ويا التربة شوية وياكم بالمساعدة وياكم. طوبى إليك من تربة يا الساطعة بنوارك يوم القيامة الجنة مكتوبة لزوارك أبدا فلا يتحاسب كل من نزل بجواري. بغداد فيها راضية وبرض المدينة راضة ولا بلد دفنوبها إلا وفيها راضة وانت على جثة المرضوضة كل الفخار نلتنا وكل الفخار نلتنا لا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله مولانا العلي العظيم. لقد مر الكلام حول الكعبة طيلة المحرم من أول يوم بدأنا معكم الحديث الكعبة بيت مقدس الكعبة في ضمير كل مسلم الكعبة بيت الخلود الكعبة بيت الرفادة الكعبة بيت الولادة الكعبة رمز الشهادة الكعبة مهد العبادة لا أستطيع ولن أستطيع أن آتيك بما في الكعبة من مزايا وصفات لا أستطيع ولن أستطيع أن أبين لك في محرم الحرام في عشرة الأيام هذه التي بأيدينا الآن عن جانب من جوانب هذا البيت العظيم جانب
لو أبحث جانب واحد من جوانب هذا البيت العظيم لطولت لنا القضية إلى شهر كامل. جانب، مو كل الجوانب، جانب، الجانب العبادي بس شهر. الكعبة يعرفوها أهلها، عرفوها، أكو كتاب كتبه العلامة الشيخ علي الكوراني، الكعبة في ضمير المسلم، قبل 10 سنوات أو أكثر. رحلة من الرحلات، الناس تروح تحب أن تروح، وبيها مزية، هي بعد بيها مزية تحسها أنت. يوم أنا أقول الكعبة في ضمير كل مسلم، إيش معنى؟ أبين لك صورة صغيرة وتالي بروح إلى موضوع اليوم بس، لأن كل يوم الإمام الحسين يعطينا درس، كل يوم يعطينا درس ويقدم عنا ضحايا، وأنا ما أريد أشل عن الطريقة، أريد أمشي في الخط إن شاء الله. كلنا نمشي في الخط إن شاء الله، كلنا نمشي في ركب الحسين. هذا احنا نقول يا ليتنا، اما نكون صادقين يا ليتنا او كاذبين، ما مش بعد لا صادق لا كاذب، الاسلام ما يرده، ما يريد، ما عنده. المسلم يصير يكذب، ما اقول لك ما يكذب، المسلم المؤمن يكذب، مو ما يكذب، لكن في موارد مرخص فيها، وانا ما اقدر ابينها. ايه، لان بعضها ما يبينونه علنا، لكن انت اذا اتبعه تفهمه وين يكذب. ثم اذا راد يكذب مثلا اضطرته الامور الى الكذب، شو يقول الشارع؟ يقول تفارقه روح الايمان. شوف، يعني المؤمن او المسلم اذا كذب تفارقه روح الايمان، اذا ما يكذب هو متلبس بالايمان، يكذب اذا فارقته الروح، روحانية ما فيه، لأن كذب وروحانية ما تجتمع، إيمان وكذاب ما يجتمع، مسلم وكذاب ما يصير، لأن الله لعن الكاذبين، الله لعنهم وما يلعن المؤمنين. ها، الله لعن الكذابين، ومن الكذاب إذا لعنها الله، أنت سمحت يلعن مؤمن؟ الله يلعن مؤمن؟ يصير يأمرك بلعن المؤمن؟ يأمرك بلعن المسلم؟ إذن مسلم ومؤمن ما يصير كذاب، والكذب هو رأس كل خطيئة. هل تتصوره قليل؟ لعن الله الكاذب ولو كان مازحا. بعد أزياد، ليش يشدد الشارع على الكذاب ولو كان مازح؟ ليش يشدد الشارع؟ ليش يشدد؟ حتى لا تصير عادة، تصير له صفة من الصفات ويعتادها دائما. إذا اعتاد الإنسان على شيء خلاص. تلبس به. أنا ما أريد أبحث الموضوع، ما أريد أبحث هذا الموضوع،
ما اريد ابحث، لكن اقول نبذة صغيرة تعرفها. الكعبة في ضمير كل مسلم. شو معنى هذا اللي ابغى ابينه؟ بس نقطة واحدة، الكعبة في ضمير كل مسلم. روح لها مرة واحدة، روح لها مرة وادخل من باب السلام رزقنا الله وإياكم، قولوا آمين جميعا حتى نشترك، لأن دعاكم مستجاب، دعائي أنا مو مستجاب، لأني ساكت عن الحق، والساكت عن الحق شيطان، والشيطان ما يستجاب لدعاء. أنا ما يستجاب لي دعاء لأني ساكت عن الحق، والساكت عن الحق شيطان أخرس. مو أنا أقول، رسول الله يقول. فإذا أكو دعاء مستجاب منكم، لأنكم تقدرون تقولون كلمة الحق، تقدرون مو ما تقدرون، تقدرون تقولون كلمة الحق. قل الحق ولو على نفسك، إذا تعودت السفر إلى الحج، إذا رحت مثلا مرة ودخلت من باب السلام رزقنا الله وإياكم الدخول من باب السلام، نسلم له. هكو الدعاء إن شاء الله، أنا ما مزي، أنا ما أجيب لكم شيء إلا وله وجود في الشريعة، لأن أنتم تراجعون باكر وتقولون شوف هذا شيء زايد، لا راجعوا شوفوا هالكلام صحيح ولا لا. إذا دخلنا من الباب وش نسوي؟ نسلم له. باب السلام وش معنى باب السلام؟ باب السلام اللي عند باب بني شيبة، المقابل لباب بني شيبة، لو الحرم خموها الكبر، لو الحرم صغير صحراء محاط من جريد، وش هو الحرم بناءك؟ خصاف، خفاف وجذوع من خصاف النخل، خصف النخل، حتى هذه الكسوة، كسوة الكعبة خصف مع النخيل. اليوم تدري كسوة الكعبة بكم؟ روح سأل عنها. تدري بكم كسوة الكعبة؟ تدرون عنها؟ إليها معمل خاص، معمل في المملكة العربية السعودية، إليها معمل خاص. هذه الكعبة، أقول الكسوة، لما صار النزاع بينها وبين مصر، وأول من كسل ها اللي كسوا الكعبة يجيبونها في مركب خاص يسمونه مكة، يجيبونها من مصر من أيام الفاطميين، من أيام الفاطميين أول من كساها الكسوة الراقية اللي إلها قيمة، ذات قيمة عالية، أول من كساها زمان الفاطميين كسوها. ولما صار الوضع السياسي وظلت هي، ظلت يكسونها مصر العربية أيام جمال عبد الناصر، من بعد ما تحولت من ملكية فاروقية إلى جمهورية، ايه ما تركوا الكسوة يجيبونها والمركب يجي، صارت نزاعات سياسية. ايه انتم تدرون بعد، نحتاج اللي يقرأ الصحف، تقرون الصحف كل يوم، هذه الجريدة ضرورية اصبحت ازيد من الرسالة العملية. لا صدقني، وحط منبر الحسين احلف يمين ان الجريدة السياسية المبنية على الكذب
عندهم افضل من هذه. هذه اسلام؟ هذه اللي كلها اكثرها شيء، لكنه ما يتركها. واذا قال واحد اليهم كيف انت تصرف فلوسك في هذه، هم يتعللون بعضهم. واحد يقول يا ولد الحلال انت تتحكى ما تدري، قلت ان شاء الله ما ادري. زين احسنت، ما ادري. ليش ما ادري؟ قال ايه احنا ما ناخذها علشان الاخبار نعرفها، الصافي قليل. هذا هو اللي يرد عليه، يعني الصافي منها قليل، لان السياسة اللي مبنية على النفاق، والنفاق كله كذب في كذب. المنافق وش هو المنافق؟ المنافق كذاب. ها، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف، هذا المنافق. اذا وعد اخلف واذا حدث كذب، بعد الثالثة وايش؟ ها، واذا وعد واذا اؤتمن خان. احسنتم، خش صفات. هذه الصفات اللي فيهم. لكن يقول لك انا اخذها ابغى اشوف العملة الاجنبية كم وصلت عملة مات الاصرافة. اليوم الدولار بكم؟ والليرة اللبنانية بكم؟ قال الثاني انا ما ابغيها من هالجهة، ما اخذها انا لهذا الوجه، انا اخذها اشوف هالايام اتسعت الديرة واصبح المنامة في الفين راحوا برا، ولو يحدث لا سمح الله شيء ما ندري به. وهذا وجه، ها، هذا اللي يتحكى به وجه صحيح. انا ما اقول لك يعني مو وجه صحيح، وجوه صحيحة اللي يتكلم بها هذا الشخص. ايه وجوه صحيحة الها، يعني وجهة صحيحة. قال ما ندري لو يحدث شيء، ما نعلم، فلان عنده فاتحة، فلان عنده تشيع، فلان عنده كذا، فلان عنده كذا. الناس ارتباطاتهم وصلاتهم مبنية على التعارف، مبنية على التآلف، مبنية على التآخي. انا اذا ما اروح لك انت ما تجيني، لعله هذاك يحسب الشخص ان انا ما جيتك الا تكبر، لكن ما يدري انا ما سمعت، ما شفت الجريدة، انا ما اقرأ جرائد، انا ما احد اخبرني، انا كذا. لكن اخذها حتى اتعرف، لا يصير علي باشر كلام من قبل الناس، وانا صلتي بالناس ومعرفة الناس، واحب اوصل نفسي بالناس والناس بالناس. اقولها وهذا صحيح. قال الثالث انا اخذها من اجل الله يسلمك، بعد ما ادري وش قال، الاعلانات، اعلان، يمكن واحد عنده مزاد ببيعه، يمكن شركة مفلسة يبغون يبيعون كراسيها سياراتها، شركة فلست هذه ما يذكرونها. قال الرابع لا، شركة فلست، انا اخذها حتى اطلع على بيوت الاجار والدكاكين، اذا هست مثلا محل واحد بيبيعونه كلام. شوف، قال الرابع وقال الخامس وقال السادس، واصبحت الجريدة ضرورية. زين، جريدة ضرورية، جريدة ضرورية، اذا هذه ضرورية هذيك بعد ضرورية لا. بس الحياة الدنيا يعرفون لها رضعناها المؤمن المسلم، بس هذه تصير ضرورية لان فيها وجهة من الوجوه اللي تقربه من الناس والتقريب من الله ما يبغاله. هالساعات اللي بيقضيها كل يوم كل يوم كل يوم عبادة عبادة كل يوم، فرغ منها دخيل الله لولا نص ساعة في السبوع، ساعة في السبوع عط هذه الرسالة العملية حق له. ها، انا اذا قريت الآية شوفوها اذا عدلة ولا ها
إذا عدله ولا قولوا لي مين عدله. الآية وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. اقرأ كتابك. كتابي ايش فيه؟ كتابي فيه 3 ساعات. هذا اللي بيطلعونه لي باكر في البرزخ كتبه ويوم القيامة وياي فيه 3 ساعات. هذا الكتاب هذا اللي بيحطونه في عنقي فيه 3 ساعات. ساعة لنفسي، ساعة لربي، ساعة للناس. مثلا من باب المثال يشوفون، وإذا ساعات الآخرة المطلوب أنا فيها بأن أتجه للآخرة، هاي الخانة خالية ما فيها شيء، هي 3 لا ساعة طاعة، لا نجيبها بأخصر من هذا 3 ساعات. ساعة طاعة، ساعة أصرفها في الطاعة، ساعة أصرفها في المعصية، ساعة لا طاعة ولا معصية. هذا أخسر. ساعة الطاعة معلومة، أنا مطلوب مني أن أصلي وأذهب إلى المساجد وأؤدي الفرض وأقوم بالواجبات والحقوق التي تتعلق بالأوامر والنواهي التشريعية، هاي ساعة. والساعة التي راحت في المعصية، أبعدنا الله وإياكم عن العصيان وعن بيوت العصيان وعن أماكن العصيان، إن شاء الله بعداء. هذه الساعة تمام، هذه الساعة فيها لمن ما تخلو من اللمن، إن شاء الله ما فيها من الكبائر شيء، فيها من اللمن، لكن قائلين فقهاء أن هذا اللمم إذا اجتمع يصير كبيرة. لا تستصغر المعصية ولكن انظر من عصيت. ماكو صغيرة في الكبائر، ماكو صغيرة في الذنوب ولا كبيرة. لا تنظر صغر المعصية ولكن انظر من عصيت. أنا رحت بعيد ترى، وأريد أرجع إلى المكان الذي قلت لك به. أنا رحت بعيد. نجي إلى موضوعنا، لا يروح من إيدنا والوقت قصير، الوقت قصير، ما يستوجب، ما يستدعي أكثر من هذا، ما يتحمل أكثر من هذا. زين، الكعبة في ضمير كل مسلم، الكعبة في ضمير كل مسلم. إيش معنى رزقنا الله وإياكم الذهاب إلى الكعبة والدخول من باب السلام؟ اول ما يروح الحاج لازم يدخل من باب السلام. اذا قصد مكة لازم يدخل، امر تشريع، امر الشرع يقول ادخل من باب، ما لي لا وجه، ادخل من باب السلام وسلم على الكعبة ووقف طالعها. يقول بعض الفلاسفة، يقول حججت سنة فرأيت الكعبة ولم أرى الله. هو يقول هذا فيلسوف، هذا يسمونه في عرفنا من المتصوفة، لكن مو من الصوفيين المنبوذين، لا مو من الصوفيين المنبوذين، هذا حكاية صحيحة. يقول حججت سنة فرأيت الكعبة ولم أرى الله. هذا صوفي لكن من الصوفية المحبوبين، لأن الصوفية أقسام. أمير المؤمنين شو يقول في الصوفية؟ يقول إن الكلب الكوفي خير من 1000 صوفي. منهم هذا الصوفية متصوفة اللي يعنيهم أمير المؤمنين، ذولاك اللي يسوون روحهم
يقربون من الله بطريق العمليات اللي هم يخترعونها لأنفسهم، يسمونهم أهل الذكر. الآن تشوفه، لابد أنت الأول كنا نشوفهم في الطرق ويانا، الآن ما أدري وين صاروا، يستعملون أشياء عندهم هاي تقربهم إلى الله، طريقة من العبادة منهيين عنها، الإسلام نهى عنها، أشبه شيء بالرهبنة والتنسك الزايد. ولذلك قال الإسلام لا رهبانية فيه. وهذه يقول رأيت الكعبة ولم أرى الله، هاي أول سنة. ثم سافرت السنة الثانية فرأيت الكعبة ورأيت الله، شفت الله وشفت الكعبة. وسافرت السنة الثالثة فلم أرى الكعبة بل رأيت الله، رأيت الله. هذا كلامه صحيح، يعني هاي الأشياء كلها الذوب، هاي الماديات كلها الذوب. إذا الواحد راح واستمر على الرواح إلى بيت الله ينصهر، هذا قصده. يقول لك يعني تستوحي مو رواحك للشهوات، انت مو رايح للشهوات ولا قاصد هناك للنزهات، لا، انت رايح وتارك اموالك وتارك اهلك وتارك بلدك وتارك السوق وتارك الصحبة وتارك كل شيء من متع الحياة، ورايح الى ارض قاحلة مقفرة تنادي لبيك، ضميرك ينادي لبيك من اول يوم نادوك، انت تنادي لبيك، انت في عالم الذر تنادي لبيك. انت ما رحت بالتلبية هذه مات اليوم، هذه اللي تكررها الان، هذه انت ملبنها في ذلك العالم، لانك انت كم عالم جيت؟ عالم الذر، وعالم يسمونه عالم الأصلاب، ثم جيت إلى عالم الأرحام، ثم جيت إلى عالمنا هذا اللي الآن فيه. بعد علينا كم؟ علينا بعد مرحلتين، عالم البرزخ وعالم القيامة. وأنت ملبي من ذيك العوالم، لو ما لبيت من ذيك العوالم لما استجبت في هذا العالم. زين، فهذه تلبيتك لله بقولك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك. لكن شاهدي في وين؟ شاهدي أول تجي من باب السلام، هذا شاهدي أول تدخل من باب السلام وتوقف وتسلم، تسلم على الكعبة، لا تدخل إلا أنت مسلم. ليش شرع السلام؟ ليش؟ يفهمون المسلمين تشريع السلام للبيوت، بالأخص أول ما شرع السلام لهذا البيت العظيم. لماذا؟ كل المسلمين في أقطار الأرض هم يقرون هذا ويسلمون ويهتفون وينادون بأنهم وصلوا إلى أرض السلام، حتى يشعر الإنسان أنه وصل هناك أرض السلام، أرض الوئام، أرض المحبة، أرض الإخاء، أرض التكاتف، أرض التوازر، أرض مشدود إليها كل مسلم. أسلم وأطع على الأصنام التي حطمها أمير المؤمنين علي. بطريقك وين؟ عند باب بني شيبة، هذا باب السلام. ليش أجي من باب السلام؟ أجي من باب السلام حتى أطع أيها المسلم بقدمك على الأصنام التي حطمها أمير المؤمنين علي عندما صعد على
كتف رسول الله صلى الله عليه وآله فطهر هذا البيت من الأوثان والأصنام وجعل عبادة خالصة يتجه إليها المتجه، فطهر البيت من ولد في البيت. فالسلام مشرع في الدخول. الآن أكو بقعة، بقعة بعد في الأرض تشابه هذه البقعة بالمشابهة، وينك يا سيد مهدي بحر العلوم؟ قال ومن حديث كربلاء، شوف، ومن حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو الرتبة. من وين نجي إذا دخلنا إلى جئنا إلى كربلاء؟ شوف وين نجي، نريد نسلم الآن، أول ما نجي إلى البواب، تعرفه لو ما تعرفه؟ ها؟ السلم، السلم إذا أتيت من باب لتسلم، أكو هناك بواب في الدنيا والآخرة، اللي دائما واقف على باب خيمة الحسين، والذي والذي هو أيضا شرع السلام، من وصل من بعيد قاصد إلى كربلاء نادى هاتفا بأعلى صوته السلام. انت سلم وياها، سلم وياها، مقبول سلامك. قل السلام، صلوات على محمد وآل محمد. ثانيا غفر الله لكم. ثالثا عندما وصل كربلاء، خلي ركبك وياه، عندما وصل كربلاء قال السلام عليك يا أبا. سلامك ترى يوصلها، انت ضم سلامك، جميع احنا نسلم جميعا حتى يقبل، اذا ضم سلامك ويا سلامي وسلامك كل مجتمعين يوصل هذا السلام مثل صلاة الجماعة. السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. سمعت زينب قالت من المسلم؟ بني علي، بني علي، اني اسمع ضجة واسمع سلام واسمع هتاف، من المسلم؟ قال عم زينب المسلم هو حبيبي. قالت بني علي اذهب الى ابيك فاستأذنه. يقول هذا علي الاكبر الملتزم لقضاء حوائجها الخاصة بينها وبين الحسين، ذهب الى الحسين عليه السلام، قال ان عمتي زينب تريد ان تسلم على حبيب. لما سمع ذلك سجد لله شاكرا، عندما اخبره بان زينب بلغته السلام قال من مثلي والمسلم علي زينب ابا عبد الله.
هل تأذن لي أن أذهب للسلام على الحرائر؟ أذن له الحسين، ذهب إلى الخيام، وقف عند خدر زينب قائلا: آهل لوجدك يا زينب، قائل لوجدك يا زينب، عندما تحملين على جمل بغير وطاء إلا وطاء ما حسين قل له مرحبا، وزينب تقل له يا وصل مجدك باللبو وسكنه وتناول رايته، جاه من زينب سلام ومدمعه بالخد سال، وقبل يسلم على ذيك الحراير والعيال، قال الف واسرع على زينب يركبوها الجمال. قضى وحق عليه ومدون الخيام، ولا خال خواتي حسيني تلا، لما طاح كفايا منهم الها تها ركب وجا وتعنى حسيني ليه، لقاها بس جثث ومشلي بيه، يصاب بالدمع ويتحسر عليه، ونادى احتسب عند الله واصبي أصابكم أتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوا إلى الله يشكو. يا الله اكفنا الأسواء لمحمد وآله العظماء النبلاء، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين، اللهم أيد شريعة سيد المرسلين، اللهم انصرنا بنصرك يا عزيز بحق محمد وآله، احفظ المؤسسين والحاضرين فردا فردا في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، ورحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها صلوات.